الدور الأول شقة اثنين. أظن في شقتين هنا كده. السلام عليكم. من ده منزل رضوى. رضوى حسين حنفي. انت رضوى؟ لا انا مامت رضوى. انت مامتها؟ انا عمرو الليسي. اهلا وسهلا يا عم. كل سنه وانت طيبين. انت طيب يا رب. الله يسلمك. اسفين جايين لكم بدري كده. معلش احنا اللي اسفين ان احنا مش مجهزين نفسنا. معلش احنا اسفين والله. ممكن ادخل دي يا رضوى؟ لا اتفضل. ولا مفيش مكان؟ لا اتفضل. لا في مكان. كل سنه طيبين وحلو فانوس رمضان ده جميل. اتفضل. صباح الخير. انت طيب يا رب. دي رضوى؟ دي رضوى. صباح الخير يا رضوى. معلش صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ طيب تحبي تخشوا كلنا؟ تخشوا بيسو. تعالي فين عايزك يا حبيبتي؟ تعالي. ممكن نريح كده هنا؟ طب تعالي اقعدي. تعالي بقى اقعدي بقى جنبي كده. لا 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 ولا ولا يهمك. اقعدي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. تقعدي حاجه جنبي كده خمس ساعات ما تيجي يا رضوى. انا بقى جسمي مش مستحمل ان انا بتكلم خالص لان ما كنتش متوقعه خالص مجيك خالص. معلش ولا متوقعه اي حاجه والله. كل سنه وانت طيب يا رب. الله يخليك. رضوى كلمتني في برنامج حقها. انا اول كلمه ليا انا اللي كلمت الاول. بعد كده اديتها الرقم واديتها قلت لها بصي عمرو اللي عامل مسابقه حبيبتي اعمليها يمكن ربنا يديكي من عنده. ما نعلمش يا بنتي يا ماما مش هي ده برامج ومش برامج. لا انا ثقتي في الله وفي عمرو الليسي. انا اول ما سمعت الرساله بتاعت رضوى الحقيقه انا جيت على طول وعايز هي لبست ولا لسه؟ هيا يلا يا رضوى. فين رضوى؟ معلش معلش والله احنا يعني هي جت كده بقى معنا. لا 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 معلش. كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله يخليك. احنا اصل احنا تهنا احنا جايين في الشارع. ما هو الشارع هو عامه فيه تسعه من اول. هي رضوى هي رضوى متجوزه. رضوى بقى لها ست سنين وكانت زي الفل في كل حاجه. عندها 27 سنه متجوزه. عندها 20 سنه ما شاء الله ومتجوزه وكانت زي الفل في كل حاجه. بعد ست اشهر راح منها كل حاجه زي ما كنت حلمت كده حلم جميل وراح منك. ما اعرفش ايه اللي حصل بقى. يعني كان جوزها صلاه النبي عنده شقته وعفشه وحاجته. رضوى اللي عندها الانتري ده تمتلكه بس دلوقتي حاليا. وتلفزيون عشان بس حق ربنا ان ليها هي حاجه بتاع لان دي شقه ابوها مش شقتها. وبعد بقى ما يعني بايع الشقه من شقه لشقه 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 رحت خدتهم وجبتهم هنا اهوت في البيت عندي مرتين ثلاثه ياخدوا شقه بره ايجار جديد يبيعوا بعض ممتلكاتهم. لحد ما صفصف الانتري دوت وتلفزيون جوه بس في عفش رضوى بنتي الشقه مش عايزه اقول لك عشان ما اكذبش عليك شقه كانت في الاحلام. طيب هي صحيا بقى ايه اللي حصل لها؟ صحيا بقى رحت لدكتور كبير في المهندسين. هي بعد 7-8 اشهر ما حصلهاش حمل. قال عندها كيسين دم على المبيضين. بعد ما عملت لها دخلت عليه قال لي ب 6000 جنيه. كانت ابتدت بقى الحاله عند جوزها تتدهمر تدور تدهور ماديا يعني ماديا خالص. يعني مش بيشتغل ايه جوزها دلوقتي حاليا؟ سواق في شركه. يعني تبع بقى يعني بردك المدير بتاعي يقول له تعالى النهارده تعالى بكره كده. وهو يا دوبك يعني من ست سنين بقى له سنه شغال. رضوى شغاله؟ لا رضوى قاعده ست بيت معاها دبلوم بردك. الموضوع بقى لما رحت بقى الدكتور عمل ايه؟ الدكتور عمل ايه بقى؟ عمل بقى العمليه قال لنا ب 6000 جنيه. قلت له لا مش مقدرتنا 6000 جنيه. ودينا اي مكان على يعني انت تبقى